يا ترى مدام دينا، الأكلة اللي هتعمليها النهاردة هتكون ايه؟ هنعمل صينية بطاطس وصينية فراخ. طيب المكونات هتكون ايه؟ معايا بطاطس مقشراها ومقطعها حلقات وغسلاها، وهنا معايا بصل، ايوه، ومتبلاها ملح عشان ما يسمن، وحتى كم حتة فلفل مقطعاهم، تمام. ومعايا هنا الملح والفلفل الاسود، وهنا معايا صلصة، تمام. وهنا معايا بصلة مبشورة هنتبله لسه بالتوابل، وهنحط معايا هنا فراخ سلقها نص سلق ونتبله. طب ايه الفرق بين البصل المبشور ده والبصل اللي هو طرنشات؟ دي بتتبل بتتحط جوه الفراخ نفسها، لكن ده بيتحط مع البطاطس. يعني الطرنشات للبطاطس والمبشورة والمبشورة دي للفراخ. طب تقول لنا بقى الخطوات هتكون ازاي؟ معايا هنا برضو زيت، ماشي، معايا هي البطاطس، ننزل عليها بالبصل. البصل ده انا مملحاه، يعني لما نيجي نحط ملح نحط ملح خفيف عشان ما تملحش معايا. ومعايا كام قرن فلفل، ولازم يكون فلفل مع البصل في صينية البطاطس اختياري حسب ما عايزه. هنحط رشة بسيطة من الملح وشوية فلفل اسود. في ناس بتحط كمون، كزبرة، ما بنحبش فيها. في ناس بتحط الفراخ برضو مع البطاطس عادي بقى او لا حسب الرغبة. بعد كده ننزل بالصلصة. هنحط شوية زيت عشان البطاطس ما تلزقش بس ايه في الصينية. كان زودها شوية مية أو شوربة زي ما عايزة. بس مش كتير عشان هي كده كده ايه البطاطس هتنزل مية. بس نحطها على النار. بعد ما تستوي على النار هنحطها في الفرن تدي تحت. يعني لازم تبقى فوق البوتاجاز الاول قبل ما تستوي في الفرن. لو فرن غاز كبير تتحط على الصاج عادي، بس تتقطع مش عارفه. بس هنسيبها تستوي ونغطيها. بس دلوقتي طبعا انت هتحتاج سلطة الفراخ، صح كده؟ ايوه، هنعمل هنا الفراخ. معايا اهو البصل، وحاطه برضو فيه كام قرن فلفل، ماشي. الاول هنتبله بملح وفلفل، هنحط فيه شوية ملح. هنحطه في صلصة. هنقلب البصل على ندعكها كده جامد عشان تنزل ميتها. ميتها دي هتسوي لنا الفرن. نمسك الفراخ شربها متبلة جامد.
نفتح الجلد كده ونحط البصل. مثلا تنص سلقة عشان في السبعة تاخد وقت ايه لما تكون ني كده. ودي اخر حتة معانا. خلاص ننزل بس من فوق. وعندي بقى الصلصة ونحطها على نار هادية برضه. على نار ولا هتبقى على البوتاجاز؟ على البوتاجاز من فوق على نار هادية عشان تكمل سواها برضه كده لسه ما استوتش. في الفرن هتبقى تحمير بعد. ونغطي البطاطس بعد ما حطيناها في الفرن. يعني كده دي صينيه البطاطس بعد ما عملتيها و ودخلتيها على الفرن ولا كانت من فوق بس؟ حطيتها على فوق بعد كده حطيتها في الفرن اول ما بدات تشرب الدمعه شويه وبدات تستوي حطيتها في الفرن. طيب تمام. والصينيه الثانيه اللي خاصه بالفراخ عملتها برضو في الفرن اهي. دي برضو حطيتها فوق على النار وبعد كده حطيتها في الفرن. يعني استمرت على البوتاجاز فوق الاول وبعد كده كملتي السوا بتاعها في الفرن. الاول سلقتها نص سلقه وبعد كده حطيتها في الصينيه تبلتها وبعد كده حطيتها على البوتاجاز وبعد كده حطيتها في الفرن. شكرا يا مدام دينا.